السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، يعني راح نتعرف في هذا الفيديو كيفية تثبيت الماث كاد برايم على جهازك. أول شيء، مرفق معكم أو تم إرسال هذا الرابط، رابط الجوجل درايف. أول ما تفتحه راح يطلع معك يعني البرامج المرفوعة على جوجل درايف بهذا الشكل. عشان ننزلها بدك تعلم على الأول وبالضغط على كنترول تعلم على الثاني، طبعا بتعمل داونلود راح يبلش ينزل. لما ينزل الملفات هذه ويفك الضغط تبعها راح تلاقيها، خليه كونتينيو داونلود، راح تلاقيها ظهرت معك بهذه يعني بهذه الطريقة. طيب، عشان نمشي على الخطوات يعني خطوة خطوة وما ننتوهش أو يعني نثبته بطريقة صحيحة، داخل ملف الكراك هذا في ملف اسمه readme، هذا بدنا نحطه، بس يعني نحطه على نعمل له محاذاة هام عشان نمشي على الخطوات واحدة ورا الثانية. أول شيء بيحكي لك install PTC MathCAD Prime 3.1. خلينا نرجع على الملف الأولاني أو المجلد الأولاني ونحكي له، يعني نفوت عليه ونضغط على اللي هو السيتاب دبل كليك، نحكي له يس، انستول نيو سوفت وير نيكست، بعدين اي اكسبت ذا سوفت وير لايسنس اجريمنت، بعدين نعمل تيك نيكست. اوكي طيب، وبنترك الخيارات الموجودة عندي هنا كما هي، ما تغيرش فيها أي شيء، حتى لو كان هذا مثلا يعني معمول له معلم عليه أو دوت نت فريم ورك مثلا معلم عليه، اترك كل شيء كما هو واضغط على انستول. فراح يبدأ عندك عملية الانستوليشن هان، وراح تشوف يعني البروجريس بهذا على هذا البار. طيب، بهيك بكون يعني بكون انتهينا من تثبيت الماث كاد برايم. انت وصلت عند الفينش، تحكي له فينش، خلاص هيك انتهينا من تنزيل الماث كاد برايم. الان بحكي لك الخطوه الثانيه، انه اعمل رن للبي تي سي كريو باتشر. الباتشر هذا موجود في المجلد الثاني اللي هو في الكراك، هذا لازم يعني نعمل له، تعمل عليه دبل كليك. طيب طبعا مش راح يشتغل معك اذا كان في عندك اللي هو انتي فايروس او ويندوز ديفندر، فاحنا راح اوقفه الان، راح اروح على الديفندر واحكي له هان يعني في الديفندر هنا بيحكي لي انه هو هذا Allow on device and virus threats manage settings. احكي له هذه يس. نرجع نحاول انه نشغله. This contains the virus. Allow threats. لا مش هذي، مش تيرن اون، هذي اوف، الفيروس ثريتس بروتكشن، مانج سيتنجز، يس، اوكي، نطفي. الآن نحكي له يس، راح يظهر معي اللي هو هذا الشكل. فالخطوة التالية بدك تضغط على لوك فور وتبحث عن وين الماث كاد برايم نازل. الماث كاد برايم بيكون نازل على السي، قرص السي، داخل البروجرام فايلز في عندي البي تي سي
وفي عندي داخلها الماث كاد برايم 3.1. طيب خلاص انا هيك انتهيت، علمت عليه، باجي بحكي له ستارت، بحكي لك هان سكسسفولي باتش، سكسسفولي باتش. انت هيك خلصت من خطوه الباتشنج اللي هي تكريك هذا السوفت وير. خلص، خلصنا منه، بنطلع منه. طيب الان بدنا نوصل عند اللي هو اللايسنس دوت دات، اللي هي هذا الملف الموجود عندي. هذا الملف اول حاجه بدي افتحه، يعني نحكي له اوبن ويب، واحكي له افتحه بالنوت باد. طيب هنا في هنت موجوده هنا في هذا الملف، بتحكي لك انه غير الهوست اي دي، تمام، في الكلام الموجود هان الى هذا اللي هو هذه الارقام. يعني هذا لو نسخته بدك تيجي تدور على الهوست اي دي اللي موجود هان، يعني انسخ هذا الكلام، هاي كوبي واعمل هنا بيست، وهكذا للهوست اي دي الثاني اللي هان، واللي موجود هان، واللي موجود هان، واللي موجود هان. بس بالحالة هذه مش راح يصير عندي اكتيفيشن. خلينا نشوف طريقة الاكتيفيشن الصحيحة. بدي اجي اشغل الماث كاد برايم، طيب بدي اروح على فايل اللي هي على ايقونة الماث كاد الموجودة في اعلى يسار الشاشة، واختار اللي هي اوبشن. طيب وباجي على لايسنس، راح الاقي عندي هنا في هوست اي دي. اذا كان كله اصفار خلاص بتخليه اصفار زي ما هو موجود عندي في هذا المكان، لكن اذا كان عندي الهوست اي دي بهذا الشكل بانسخ هذا الهوست اي دي كوبي، وبروح بغير على الهوست اي دي الموجود عندي في كل في الاسطر التالية في هذا السطر، بقول له بيست، وباجي هان بحكي له كمان مرة بيست، وباجي في هذا السطر بحكي له كمان مرة رايت كليك وبيست، وبعدين في هذا السطر، وأخيرا في هذا السطر. يعني احنا بدنا نغيرها 1 2 3 4 5 مرات. خلاص هذا الملف بدي أحفظه، أحكي له سيف مثلا. طيب وبدي اروح على الفايل هنا، في الفايل الخانه هذه، واحكي له اعمل لي براوز استعراض. فبدنا نروح على مكان اللايسنس الموجوده عندي على الماث كاد برايم بالكراك اللايسنس دات اللايسنس دوت داتا، وبحكي له اوبن، وبعدين بحكي له ابلاي. لاحظ انت هنا اللي هي اللايسنس ستيتس عندي انفاليد، واللايسنس تايب نو لايسنس، يعني ما فيش عندي لايسنس، ما فيش رخصه لاستخدام هذا البرنامج. لو حكيت له ابلاي اتغيرت الان وصارت فاليد وكوميرشال، وبامكانك الان انك تستخدم هذا البرنامج يعني كما تحب. نجرب، يعني نقول له اكس تساوي 5 واي تساوي 6، نجي نحكي له هان اللي هو اكس بلس واي ايكوالز، طلع لي 11، معناته البرنامج شغال بشكل سليم. هذا وبالله التوفيق، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.